سويتولي. ها سويتيها انتي؟ صراحة لا. يا بنتي حلال الحين نشوف وش الفطور. ماما وش رايك تسوي لنا احلى فطور؟ تبغون فطور؟ طيب طيب بس ضبطي لنا السمبوسه مع الجبن. ها طيب ضبطي لنا الاكل. يبغون فطور والله مذقونه. والله تأخرت ماما. الفطور ياخذ وقت. مشي انا مشي نشوفها مشي. يلا. والله غريبة تأخر الفطور. ها شوف شوف يا ماما. طلعت أناني يا ماما. والله غريبة. تعالي تعالي. ماما وين فطورنا؟ اندومي شاربة فكرة تسوي الناس كنت تعرفون كبار صرتوا. طيب طيب أنا بروح أسوي. وأنا. وش رايك تسوي سمبوسه معك؟ اها تبي سمبوسه؟ ايه سمبوسه ثنتين ثلاث عاد يعني. طيب روح جيب الجبن. يلا. هذه السمبوسه وهذا الجبن. اها الحين انا بعلم كيف تسوي سمبوسه. ها؟ هذه قلتي بتسوي لي. احمد ربك ان انا قاعدة اعلمك بس. اول شيء تجيب هذه كذا وتجيب واحدة من الجبن. طيب طيب بجي عندك. ايوه يلا خليني اتعلم. اول شيء تحط هذه هنا. ايوه ثم تلفها كذا. ايوه هاي صوت الفطور حقهم. ها جهزت. اصبر يا ابن الحلال شوي. اتحترق يا بنت. جهزت جهزت. شلها يا ابن الحلال. يلا يلا يلا. شرب شرب شرب. الله يا ريحة السمبوسة حلوة. سويتولي. ها سويتيها انتي؟ صراحة لا. اها يعني هذا اللي روح صورنا فاتكم بس. هذه اخرتها. والله صدق انانية. توتو توتو. توتو انت ما عطشتي ودك في مويه اكل؟ لا انا ما راح افطر. توتو ايش رايك نفطر وما نعلم بابا؟ لا 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 جيب طبيب حالي. يوه مش فيكم؟ لا بابا ما في شيء بس اني انا جوعان. لا يا حبيبتي ترى باقي ثلاث ساعات اصبري شوي. ثلاث ساعات هم يحسبونها بسيطه. كيف افطر وهم ما يدرون؟ الحمد لله أنا نايمة. وين الأكل حق لولو الصغيرة؟ رايحة أعطيها لولو قاعدة تبكي في الحوش. يعطيك العافية يا لولو. جو أنا متهنى في الفطور. لولو لولو وينها هذه؟ الله على ريحة الأكل. ها لولو. ها لولو ليش تطيرين أنتِ؟ بابا أنا كنت جوعانة. قومي 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 قومي. ترى يا بابا حرام انك تفطرين في رمضان. اسفة بابا بس انا كنت جوعانة. ايه يا حبيبتي ترى اذا ما شفناك حنا ترى الله يشوفك وانتبهي تعودينها مرة ثانية زين؟ زين بابا. شاطرة حبيبتي. لولو لولو ايش في يا مدام؟ ما تسمع ما تسمع ما عليك. يا لولو لولو تشوفين الشغالة جاية في وقت رمضان؟ اي والله البيت حوسة، انا بخليها الحين تيجي تنظف عني.
يلا تعال تعال تعال. ايش كلام هذا؟ تقول روحي روحي غرفتك ارتاحي. تقول روحي غرفتك ارتاحي. مهبولة انت. هي جاية تنام عندنا ولا قاعدة تشتغل؟ لا حول ولا قوة الا بالله، خليها ترتاح، توها جاية من سفر، تبي تكرفينها على طول؟ ايه انا بعلمها الشغل والكرف عندي. تدرين عاد؟ انا بروح اخذ لي قفوة وارتاح. انا كله السلام عليكم، ايش اسمك انتي؟ اسمي ميري. طيب يا ميري، تعرفين انت تسوين شوربة سمبو وسا مكرونة حق رمضان؟ اقول لك اذا كلامك، انا بس اعرف سمبوسة. ها؟ تكثر كلام بعد واخر يعني سريري بنام. ميري قبل تنامين سوي لنا سمبوسة، بنجرب سمبوستك. طيب طيب سوي سمبوسة وبجيك بعد شوي. انت جايبني شغالين ما تعرف تطبخ الا بس سمبوسة. اقول احمدي ربك انها تسوي لك سمبوسة وتنظف البيت، لا تخلينها تحج. مكرونة وشوربة. طيب شو شي كلمي شوي شوي. شوفي ميري، أنت تطبخين الشوربة والمكرونة زي أنت ما طبختي السمبوسة. أنا ما بي ما في مال أسوي شوربة ومكرونة، بس أسوي سمبوسة. ها؟ يا بتحلل عدي عليك، أنت ترى بتسوين غصب عنك. طيب مدام راح أحاول. هذا المدام مجنون. الحقي شغلها هجت، راح ادورها. وتقولين انك ربيتيها، هذه اخرتها. وين راحت هذه؟ اسمعي روحي معي عشان نعتذر لها. لا والله هي لوني بتشوفني بتهج. ما عليك ما عليك، تعالي تعالي تعالي. ميري وش فيك انت جالسه هنا؟ ما دام حقك ما جيت. طيب يا ميري يا ميري، اعطيها فرصة اخر مرة، انت بس سوي سمبوسة بس سمبوسة. طيب بس انا ما حسويها كذا، بس هنظف. خلاص لا تسوين حتى سمبوسة، بس نظفي. امشين امشين.